بقى مشهد الحقيقة عادي جدا في الحر انك تشوف عربية عطلانة، طبيعي جدا، او انك تطلع الكوبري فتلاقي حد ركن على اليمين او ماشي في طريق، مشهد متكرر بشكل كبير جدا. والعربيات اكيد لانه في عربيات العمر الافتراضي بتاعها يعني اكيد يعني جه، او انها قديمه، او انه فيها مشاكل خاصه، او انه درجه حراره الجو كمان ممكن تكون بتاثر ازاي الناس تعمل ايه يعني في الاجواء. هل بقى في طريقه معينه ان انا اتعامل مع العربيه بتاعتي او سيارتي بشكل عشان ما تتعطلش في الصيف واقدر احافظ عليها حتى في درجات الحراره العاليه؟ ناس كتير كمان بتسافر وقت الظهر، فهل ده نقدر نعمل ايه؟ خليني كده اروح للمهندسه مي فوزي وهي خبيره في تكنولوجيا وصيانه السيارات. مساء الخير مهندسه مي. مساء النور، اهلا يا باش بحضرتك. مهندسه قولي لنا نعمل ايه علشان الناس ما تتعطلش عربيتها. اولا انا يعني بشكرك جدا على انك بتديني الفرصه للمداخله دي. وثانيا بالنسبه لدرجه الحراره العاليه تاثيرها على العربيه تاثير طبيعي جدا جدا. لما درجه الحراره بتزيد اول حاجه دماغنا هتروح ليها هي دايره التبريد للعربيه، فلازم قبل اي حاجه ان احنا نتشيك على دايره التبريد سواء السوائل اللي هي الميه او الزيوت. تمام، دي رقم واحد. ورقم اثنين، النقطه اللي بتفوت على ناس كتير قوي ان الصيانات مثلا لو هي كل 10,000 كيلو المفروض ان احنا نقلل شويه، لان الزيت نفسه مع درجه الحراره العاليه بيبقى لزوجته خفيفه، بيبقى نقول اشبه، مش هنقول طبعا زيه زي الميه، ولكن بيفقد لزوجته اللي هي تعمل الدور الاول على تقليل الاحتكاك للاجزاء الداخليه للموتور بتقل. فلازم نقلل المايلج شويه، مش لازم نلتزم بال 10,000 كل 10,000 نغير زيت، لا. أيوة. المفروض يبقى كل 9,000. ايوه، نراعي ان درجه الحراره بتأثر، يعني مأثره معانا على العمر الافتراضي للزيت، فكل ما كان قبل ميعاد الصيانه كل ما كان هيبقى افضل. تمام. طيب بالنسبه للناس كمان، الناس اللي بتسافر، يعني في ناس بتضطر تسافر على الطريق ودرجات الحراره عاليه، تنصحيهم بايه؟ اولا طريقه السواقه ليها برضه تاثير كبير قوي، مش لازم نسوق بسرعه لان احنا بنحمل كده على الموتور وبنحمل كمان على الكاوتش. خلينا نقول ان كمان الهواء، اي جزء فيه هواء في العربيه بيكون برضو ضغط الهواء جوه الكاوتش بيكون اعلى مع درجه الحراره العاليه طبعا. فبالتالي ما ينفعش ان انا مثلا كمان وانا براجع على الكاوتش ان انا اخلي حد يزود لي هواء لحد ما الكاوتش يبقى على اخره، لا. ده ريسك كبير جدا مع السرعه العاليه على طريق سريع. يعني تفضلي ان الكاوتش ما يبقاش على الدرجه العاليه بتاعته. بالظبط كده. هو في العربية يعني نقدر نختصر ونقول إن البنزين ما يبقاش على آخر تكة زي ما بيتقال نعملها التكة الأولى ولا ثانية، لا، ما يكونش على آخره، لأن برضه ضغط البنزين بيبقى عالي، ده ممكن يؤدي لا قدر الله انفجار العربية. الحاجة الثانية الكاوتش. الحاجة الثانية الكاوتش بتاع العربية برضه الهواء طاقته بيزيد مع زيادة درجة الحرارة، فما يبقاش على آخر درجة. ما يبقاش على آخر درجة. الزيوت تتغير بدري عن ميعادها شوية. تمام. عموما من الزيت المطلوب فقط، يعني احنا بنتكلم كمان في زيت الفرامل والزيوت بتاعت العربية. يعني خلينا نقول انه الناس في درجة الحرارة ان هي ترجع تبص على صيانة العربية على الأقل البسيطة، المية والزيت والكاوتش، عشان يبقى في أمن وأمان في درجات الحرارة العالية يعني. أكيد. بالظبط كده. أكيد. نهتم أكتر شوية لأن الجو نفسه هو بيخلينا ما ينفعش نتعامل على إن ما الدرجة دي عادي، لا، العربية مش هتستحمل معانا. أكيد. مهما كان نوعها على فكرة، ملهاش علاقة سواء كانت قديمة أو جديدة، طبعًا الجديد بيبقى له شوية أنظمة حديثة بس. بس هي النصايح للجديد والقديم. بالظبط. اكيد. انا بشكرك جدا باشمهندسة مي فوزي خبيره تكنولوجيا وصيانه السيارات، بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى ان شاء الله ربنا يسلمكم. هو وقت وايام هتعدي، وياما جه علينا موجات حاره كتيره، واحنا المصريين عندنا القدره في التعامل، يعني احنا مش عايشين في سويسرا فعشنا اجواء حر كتير، لكن ان شاء الله ربنا يامننا جميعا وتعدي. بس عايزه شوية ذكاء، يعني سواء في البيت سواء في السفر، سواء أخد بالي من الأولاد، أخد بالي من نفسي، ألبس الملابس الصح، أتعامل مع عربيتي بشكل صح، وإن شاء الله كله يبقى بخير وسلام وأمان.